السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا أحلى متتبعين اللي فيهم خوتي وخواتاتي والأميمات والآباء وكل من جات عينه على قناة سحر الطبيعة. كنقول ليه مرحبا والسلام، مرحبا في هذه القناة المتواضعة اللي ماشي ديالي بوحدي، ديالكم أيضا. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا فيديو فيه حيل جديدة منزليه ومطبخيه. يعني ملي كنقول مطبخيه كنحتاجوها داخل المطبخ، وملي كنقول منزليه كنحتاجوها في المنزل عموما. انا متاكده كل التاكد انها غادي تعجبكم وتروق الاستحسان ديالكم. اول حاجه غادي نبداها معكم، بعد قبل ما نبداها نبدا معكم اول حيله، ما تنساونيش من لايكاتكم، الله يجازيكم بخير البنات. دبروا لي التعاليق، الله يعمل ما تحطوا ما فيكم ما يكتب، يا لاله حطوا يقليب. التعليق الثاني حطوا وريضه، حطوا نقيطه، اللي جا منكم سمن وعسل. شكرا لكم وشكرا على الدعم ديالكم المتواصل. اول حيله غادي نقولها معكم شفويا اللي جاتني من عند واحد المتتبعه واللي قالت لي راها مجربه، ديريها بعينك مغمضين. انا حبيت نشاركها معكم، قلت لكم اي حاجه دخلت راسي جديده وكنت انا ديجا ما عمري سمعتها اكيد غادي نشاركها معكم. قالت لي لا بغيتي الدقيق ديالك ما يدود، ما يدير فرطوطو، ما يسوس، ما يطرى ليه حتى شي حاجه، كتقبطي شويه من داك الطحين اللي عندك انت في داك البرميل وكتفزقيه بالخل. وفعلا انا قلت غادي تكون يعني نتيجه عمليه وصائبه، لان فعلا الخل بداك الريحه القويه ديالو غادي يطرد الحشرات وما يخليش يعني يتربوا من الاصل. قالت لي كتفزقي ديك شي شويه واحد المعلقه ولا جوج معالق ديال الطحين، كتفزقيهم بداك الخل بحال الشكل ملي كنفزقوه بالماء. ملي كنفزقوه بالماء كتولي عجينه وكنكركبوها كره، من بعد كتقصاح. هذا هو بيت القصير كما كنقول. هذه الطريقه اللي غديروا، تقبطوا هذوك جوج معالق ديال الطحين، تفزقوهم كاملين بالخل وتجمعوهم على شكل عجين، تكوروهم كره وكتخليوها شي شويه حتى كتنشف، يعني ما تبقاش سائله، وحطيها وسط داك البرميل ديالك ديال الطحين ورجع ليا الخبر. ان شاء الله ما غيتربى فيه حتى شي حاجه. دابا ان شاء الله بحول الله وقدرته نمشيو لثاني معلومه. والفكره الثانيه غنبداها معكم مباشره، وغادي نقول لك شوفي اي كريم عندك كيما بغى يكون، سالات المده الصلاحيه ديالو، اولا مثلا ما عجبكش، دار لك الحبوب ولا دار لك حساسيه ولا ريحته خايبه ولا كيما بغى يكون، يعني بغض النظر على النوعيه ديال الكريم، ما بغيتيش بدل ما ترميه استغليه. فاش غادي تستغليه؟ عندك يا لالا دابا الوقت البرد هذا اكيد كنحتاجو صبابط ديال الجلد، اكيد كيكون عندنا شي صاك ديال الجلد، شي مونطو، شي اي حاجه اللي فيها الجلد خدي منه. يعني اي كريم قلت لك مثلا هكا كتاخدي منه واحد شويه كتعصريه في يدك ولا في هذيك الصاك، ولا كتقبطي مثلا لانجيت ولا شي حاجه كيكون، ولا ورق المطبخ ولا شي من يدير ما يكونش يطلق الخمله، وكتمسحي به داك السويك ديالك بهاد الكريم ديالك، كيخرج هكا كيلمع. اولا مثلا الفوتوي اللي عندك شي فوتوي ديال الجلد، المهم اي حاجه عندك فيها الجلد راه ما ترميش الكريم هادشي فاش غادي تحتاجيه. عندك حتى معجون الاسنان احيانا كيكون فات الصلاحيه ديالو، كنقراو التاريخ ديالو هنا كنلقاوه مات، كتخافي اولا ما كتزعميش انك ديريه لسنيناتك كتقولي غرميه، غادي نقول لك ما ترميش، خليه فاش غادي تحتاجيه. تقدري ديريه مع تعصري منه واحد شي شويه في الحامض، في نص حامضه، وتفركي بها يديك ورجليك، كيحيد داك السواد خصوصا اللي كيكون في هاد التنيات هادو ديال الجلد. اولا كتاخدي منه شويه في واحد الطاسه اللي كديري فيها الخل وشويه من المعجون وشويه ديال الماء، وكتحركيهم هكا بثلاثه ومسحي به الثلاجه من الداخل وتفكريني، هكا كتولي كتشعل، وحتى الا كان فيها شي ريحه ما كتبقاش، خصوصا بالخل بلس المعجون، وخصوصا الا كان ديال فليو يا سلام راه غادي يخرج لك الريحه غزاله. المهم انا قلت لكم غير هذا الشيء باش ما تضيعوش الحاجه وغير ترميوها ترجعوا تستغلوها. هذا الشيء اللي كاين، ونمشي ان شاء الله بحول الله المعلومه المواليه. كان البنات جاني تعليق من عند واحد المتتبعه، فقالت لي كيفاش ننظف البوطاجي ديالي، راه عندي فيه ليطاش وراه عندي فحالك البوطاجي كحل، يعني فيه الرخام كحل. وقلت ليها الطريقه وشنعت لي على هاد الحلفات اللي تيكونوا نوعا ما حرشين وفي نفس الوقت رطبين، يعني فيهم واحد النوعيه الحرشيه، ولكن ماشي ديك الحرشيه اللي غادي تجرح لينا الحاجه، وما عرفتهمش، عييت من نعتلها ما عرفتهمش. المهم انا حبيت نقولها علنا باش كلشي يستافد. البوطاجي لالا كيما بغى يكون عندك نوعيه الرخام، كتشدي شويه ديال الصابون البلدي، الصابون البلدي واعر في ازاله ليطاش اللي كيكونوا في الرخام، كتاخدي واحد المعلقه ولا جوج على حسب الطول اللي عندك انت ديال البوطاجي، وكديري في واحد الطاسه وكديري فيه شويه
الماء دافي، كتحرحريه بحال هكا حتى كيولي هذاك الشيء كله سائل، ما خصوش يبقى هكاك الصابون مكبد باش ما يلصقش لك في البوطاجي ويعذبك، خصو يتطلق يولي سائل. كتهزيه كتكبيه في هذاك البوطاجي ديال كامل، وكتاخدي هادي حيت هادي علاش حرشه، ونفس الوقت ما غتجرح لك لا رخام لا والو، وكتحكيها على داك هكا يعني تتفزكيها، وكتحكي الصابون البلدي على هذاك الرخام ديال كامل، وانت كتبركي باش كتحيدي داك الطبايع وداك الشيء ولا كانت فيه شي حاجه ياك. من بعد غتشدي غتزولي داك الصابون البلدي، وتعاودي ديري الرغوه بالسائل اللي كتغسلي به المواعن، علاش؟ باش نحيدوا ديك الريحه ديال الصابون البلدي وديك التدسيمه اللي كتكون في الصابون البلدي. وحبه دا لو ديري هذيك الرغوه وتكبي ديريها بالماء سخون وتكبي باش تزول داك اليدام، كتنشفي هذاك الماء والصابون البلدي و لا كتنشفي هذاك الرغوه اللي درنا للمرحله الثانيه. وكاخر مرحله كتاخدي اما الخل، ويا ريت يكون الخل ديال البيم، هذاك اكلاط ولا سميتو هذاك، ديريه حتى هو كيخلي واحد اللمعه زوينه، ديريه وتمسحي به، اولا الماء ديال الزاج الا ما عندكش الخل، ديري الماء ديال الزاج داك الماء الازرق حتى هو كبيه ومسحي هكا بهذا، مسحي داك هذاك، خلي اللمعه اللي كتكون الاخيره في الرخام راه غتنظف لك الرخام وترجع هكا كتشعل. صافي الناس زوينين، يلا اللي عنده هذا المشكل، انا هذه هي الطريقه اللي كتشوفوا داك اللمعان عندي في البوطاجي كتقولوا لي كيفاش انت عندك داك اللمعه وحنا ما عندناش، راه هذه هي الطريقه باش كننظفوا. انا كوكتيل بنات كندير شي حاجه اخرى، الله شاهد عليا انني تقاسمها معكم وما عنديش علاش نخبيها، اللي كنديروه هو هذا اللي كنقولوا لكم. هادشي اللي كاين، ونمشيو للمعلومه المواليه. وهنا جيت معكم الفكره الاخيره يا الناس الزوينين، غادي نعطيكم واحد الفكره اللي زوينه، انا متاكده ان ماشي كلشي ما عارفهاش وماشي كلشي عارفها. الفكره غنعطيها لكم مجربه مجربه مجربه، ديروها ورجعوا عليا الخبر. كنا حنا كنشريو الاكياس المغربيه ياك، الكيس ديال الحمام المغربي كنشريوه جديد، كيدوز معنا غير غسله جوج، اما كيبدا يتفردق من جناب، اما كيتكمش كيتقلص، اما المهم ما كيبقاش عاجبنا كما كان في الاول. شنو غادي ديري ليه ملي كتشريه جديد؟ اول حاجه كديريها ليه كتقلبيه بحال هكا، وكتعاودي ليه الخياطه من هنا كامله، حيت كيديروا له غير خياطه سواقيه، راه غير غسله جوج كيبدا يتفردق من هنايا ياك، كتعاودي ليه الخياطه. باقا هادشي راه ما فزكتيه ما قصتيه ما استعملتيه، باقي جديد. ملي كتخيطيه كتجيبيه كديريه هنايا في البانيو اللي كيكون فيه الماء، ماشي من الروبيني لا، من الثلاجة، بارد بارد الله يعمل ما يكون مربي الثلج. ما بغيتيش ديري هاد الطريقة هادي وبغيتي تختصري يعني ما بغيتيش ديري هكا، عندك طريقة أخرى تبيتيه في الفريغو، عندك جوج حالات، بغيتي ديريه في الفريغو بيتيه ليلة كاملة هكا من بعد ما خيطتيه، بغيتي ما بغيتيش يعني كان عندك اعتراض أنك تدخليه المجمد، ديريه في البانيو اللي يكون فيه الماء متلج بحال هكا وخليه فيه. هذا ما كيخليش الكيس، لان كاين واحد النوع من الاكياس اللي كتجيبيها ها هي كتخشي يدك كتحسي به واسع، هو هذاك مجرد ما كتقيسيه بالمطايب من كديه الحمام كيسخن كيتقلص كيتكمش لدرجه انك نهار اللي كديريه في يدك تلقاي مزير على يديك، ما بقاش هو هذاك. المهم انا عطيتكم جوج اختيارات اللي حبيتيهم ديريها فيها، وبهكا كانت الفكره الاخيره ديالنا في الفيديو ديال اليوم اللي كنتمنى انه يعجبكم وتكونوا كتستافدوا معايا، هذا هو المهم واللي دائما انا كنحرص عليه، وانا بدوري اولا في المقابل كنطلب فقط الدعم منكم، واللي دائما كنقول لكم كنبغي عن طيب خاطر بلايكاتكم بالبارتاج بالكلمه الزوينه، دائما كنقول لكم دوبلوا للتعاليق، عندك اللايك والتعاليق المدوبله هي اللي كتخلي الفيديو انه يطلع ويشوفه بزاف ديال الناس. الله يجازيكم بكل خير، دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.